رسالة من طفل قطري لقطريين تقدر تختصر كل اللي أنا عايز أقوله. تعال نشوفه. كلمة زعلان، إيش تبي تقول؟ حمد طلع اللي بخاطره، أنت إيش تبي تقول؟ أنا بقول المنتخب اللي قاعدين يلعبوه مو منتخبنا. اسمح لي. ليش؟ مو منتخبنا، ما في واحد يقدري، كلهم مجنشين. يعني ما في أي روح. حمد يقول لك الروح. الروح بعد، أنا أقول الروح. تجنيش بعد. تجنيش على طول، أي لاعب يجي يجنشونه، قطر تجنيش على طول. صفعة من الولد اللذيذ الطعم ده على رأس كل هؤلاء اللي بيتشدقوا ان قطر. الولد جاب من الاخر، قال ما في قطريين، ما شفت قطريين، لانه قطري الولد، قطري قطري، عنده دم بالتاكيد، ابوه عنده دم بالتاكيد، فاهم. انا بقول ان الولد ده هو، لا في امل في القطريين، لا في امل في القطريين، الشعب القطري، انا براهن على الشعب القطري.